السلام عليكم، هلا فيكم. فيديو جديد، الفيديو راح تكون عن مشاكل يوس 13.2 النسخة التجريبية الأولى. أوكي، بعد أسبوعين ثلاث أسابيع إذا نزل النسخة التجريبية هذه، أو ممكن على بداية نوفمبر يمكن ينزل. لا تغيس على الكلام اللي راح أقولك إياه. ليش؟ لأن هذا اللي أتكلم عنه الحين النسخة التجريبية. أوكي، راح ينزل، تنزل بعد يومين ثلاث أيام نسخة تجريبية الثانية، راح تحل المشاكل. إذا ما حلتها بتنزل نسخة تجريبية الثالثة تحل المشاكل. أوكي، بعيد وأكرر الكلام عشان بعض الناس لا يحطوه بالهم إني أنت قلت إن في مشاكل. أنا أتكلم عن مشاكل النسخة التجريبية اللي ما تنزل لك أنت إذا كان جهازك رسمي. أوكي، المشاكل اللي صدمتني الحين في النسخة التجريبية الأولى، أول حاجة الحمد لله أنا نزلت على جهازي الرئيسي، نزلت على جهاز ثاني اللي هو الآيفون 11 خلال حق النسخ التجريبية. مشاكل الله لو يوريكم. كبداية الملاحظات يطلع، وخصوصا إذا جيت بسوي سكان، ما أدري ليش لفتحت الملاحظات بسوي سكان حق ورقة يطلع. هذا في الآيفون البطارية ما بكويسة، 1.2 أفضل. أنا بالنسبة لي حتى 13.1 ما كانت عندي مشاكل فيه، الحين 13.2 مشاكل أكثر من 13.1 اللي قالت أبل فيه مشاكل 13.1. ف وش اللي باقي بعد؟ الجهاز بطاريته ما بكويسة، يعني أوكي يصمد يوم بس ما بنفس أول أفضل. الشحن أحيانا يعلق عندي، ما أدري إيش حطه في الشاحن يعلق. حرارة الجهاز عادية، بأني ما ألعب ألعاب ولا شيء، حرارة الجهاز عادية. اليوتيوب يعلق عندي، سفاري يعلق كثير. النسخة التجريبية برضو 13.2 في الآيباد، آيباد برو عندي برضو تعلق لدرجة أنك يعني أنا الآيباد أستخدم حق الدراسة، فكثير أستخدم سفاري يصير كأنه صورة ما أقدر أضغط على شيء، أطلع أسكر سفاري أرجع فتحة مرة ثانية نفس الشيء، أسوي كل أسكر كل الصفحات وأرجع فتحة. فسفاري أتمنى أبل تنزل نسخة تجريبية بسرعة تحل هالمشاكل دي. مش بس أنا يعني، كذا شخص في اليوتيوب تكلم عن المشاكل عنده، في بعضهم جات لهم مشاكل في الإيميل. أنا الآن الحمد لله إني ما جات لي مشاكل في الإيميل، ممكن ما أستخدم إيميل رسمي مال أبل، أستخدم إيميلات ثانية. فهذه الانطباع الأول، فخلال الحين كم استخدمته، 5 أيام تقريبا أو 4 أيام للأيوس 13.2، وأتمنى بسرعة تنزل نسخة تجريبية ثانية. نسخة تجريبية ثانية إن شاء الله يحل هالمشاكل. بس هذا اللي كان ودي أتكلم فيه. ففي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة، نشر المقطع، ملك المقطع، تعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون من فضل دعاكم. السلام عليكم.